اهلا بيكم في فيديو النهارده في مراجعه سنه 6. مكملين الجزء الثاني من مراجعتنا، عملنا في الجزء الاولاني يونتس 1 و 2 و 3، النهارده هناخد يونتس 4 و 5 و 6. هنراجع اهم اللانجويج، اهم الجرامر اللي اخذناه، هنتدرب على السؤال كوركت، وكمان هنحل شويه اسئله. يلا بينا نبدا في يونت 4 celebrate good times. اولا يونت 4 اخذنا فيها present continuous tense، زمن المضارع المستمر، واخذنا في زمن المضارع المستمر ان هو بيتكلم عن now، بيتكلم عن حاجه بنعملها دلوقتي. واخذنا الجمله اللي فيها قلنا عشان اعمل sentence بستخدم I معها am وبعدين verb ing، he she it او كلمه مفرد بستخدم معهم is وبرده الverb ing، we you with they او اسم جمع بستخدم معهم are وبرده الفيرب اي ان جي، يعني فيرب عليه اي ان جي ده ثابت معانا في البريزنت كونتينوس. زي مثلا بيقول she is sending email invitations، يعني هي بتبعت الايميل invitations، يعني دعوات بالايميل. we are watching tv، احنا بنشاهد التلفزيون. اما عشان الجمله اعمل جمله نيجاتيف فدي سهله جدا جدا، لاني بمنتهى البساطه بحط not بعد am او is او are. زي I am not studying English now، انا مش بذاكر انجليزي دلوقتي. she isn't sending email، we aren't watching TV. زي ما انتم شايفين احط not بعد am is or، الجمله بقت منفيه. طب لو عايز اعمل question ابدا ب am او is او are. زي are they organizing a party، وطبعا الإجابة بتبقى بيس أو بنو، زي yes they are أو no they aren't. ولو عايز تعمل WH question اللي هو السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام زي what when where، هتكتب أداة الاستفهام وبعدها am أو is أو are. يبقى زي ما انتوا شايفين am is are ثابتين معانا في الجملة، في النفي، في السؤال بيس ونو، أو السؤال بأداة استفهام ثابتين معايا. طب تعالوا نحل السؤال بتاع correct، السؤال الجديد اللي علينا السنة دي. طبعا سؤال كوركت زي ما احنا قلنا في الفيديو الاولاني ان سؤال كوركت بيجيب لي كلمه بين قوسين بيكون غلط وعايزك تصححها. تعالوا كده نقرا ونشوف نحل شويه. بيقول لي نمبر 1 my dad is work in France this year. ها فاكرين قلنا بعد am is are verb ing، يبقى المفروض working. برافو. طيب نمبر 2 what are you did at the moment، هو بعد are بيجي الفيرب بوست؟ لا طبعا لازم فيرب اي ان جي، يبقى وات ار يو دوينج، بتعمل ايه. نمبر 3 نادين از وور ا نيو سكيرت توداي، نادين از وور ازاي بعد از جه فيرب بوست سامبل، لازم طبعا اي ان جي، يبقى نادين از ويرينج. خدوا بالكم ان وور ده فيرب ريجولر، فيرب مش الفيرب اللي بيضاف عليه اي دي، فهتلاقوا شكله متغير شويه، فالانفينيتيف بتاع وير وهضيف عليه اي ان جي، خدوا بالكم قوي من الموضوع ده. طيب اللي بعده I am does a project about animals this week، نفس الكلام جايب لي برده فيرب مش انفينيتيف ولا عليه اي ان جي اساسا، does هضطر اجيب الانفينيتيف بتاعه اللي هو do واضيف عليه اي ان جي، لان بعد am او is او are الفيرب بيجي عليه اي ان جي زي ما انتم شايفين كده. تعالوا نحل نوعيه سؤال كمان. هنحل دلوقتي مع بعض choose طبعا من الأسئلة المهمة جدا اللي بتيجي في الامتحان على طول. تعالوا نشوف كده مع بعض. طبعا choose أنا بنقرأ السنتنس كلها وبعدين أختار، خدوا بالكم ما تستعجلوش. My daughter is slow is a slow A، she takes 4 weeks to finish reading. يبقى my daughter is a slow، برافو، a slow reader يعني بتقرا ببطء. لان ليه عرفت منين؟ اللي بيقول لي شي فينيش ريدنج بتاخد 4 أسابيع عشان تخلص قرايه ستوري، قرايه قصه، فعشان كده لازم نقرا الجمله كلها عشان اعرف اختار. نمبر 2 بيقول لي what is the air that comes out of your mouth، ايه هو the air comes out of your mouth؟ برافو عليكم، breath، breath is the air that comes out، النفس يعني. نمبر 3 عمر uses his A to cut paper، شطار، هي السيزرز المقصات بتاع المقص بتاعه. نمبر 4 we need an adult to lit off the A in the sky، ها عايز lit off A in the sky، ايه هيحط يرمي ايه في السماء او يعمل ايه في السماء؟ fireworks اللي هو الالعاب الناريه، عايزين adult عايزين شخص كبير علشان يضرب الالعاب الناريه دي في السماء.
طيب نحل سؤال كمان هو read and complete the text with the words in the box. طبعا ده سؤال مهم جدا برضو بيجي لنا على طول في الامتحان، بيجيب لنا كده كلمات فوق وعايزني ان انا اشوف ايه الكلمات دي احطها في اماكنها المناسبة. مش هعرف اعمل كده غير لما نقرأ الكلمات واقرأ الباسج واشوف احط كل كلمة فين. عندنا كلمة family، كلمة presents، كلمة birthday، كلمة age وكلمة طول. تعالوا بقى نقرأ ونحط كل كلمة في مكان المناسب. بيقولي birthdays are celebrated all over the world، يعني اعياد الميلاد بنحتفل بيها في جميع انحاء العالم. What do we do in Egypt؟ نعمل ايه في مصر؟ We usually make a cakes for our children. ايه الكلمة اللي ناقصة؟ مين يعرف؟ برافو عليك. We usually make birthday cakes. احنا اصلا بنتكلم عن اعياد الميلاد، فاكيد هي birthday cakes يعني تورتة اعياد الميلاد. ما ننساش نشطب كده على الكلمة علشان ما ننساش واستخدمها تاني ولا حاجة. طب كمان بيقول ايه؟ We put candles on them to show their، وحاطط لي نقطة يبقى اقف بقى هنا خلاص ما كملش كلام عشان ايه؟ خلاص كده الكلام خلص. يبقى we usually put candles on them to show their ايه؟ برافو، to show their age، عشان الاعداء الكاندلز اللي هو الشمعات، بحط الشمع في الكيكة على عدد العمر بتاع الشخص اللي بحتفل بيه. عنده 5 سنين مثلا احط 5 شمعات وهكذا. وبعدين بيقول we often have parties with our A and friends. ها برافو، with our family، مع العيلة بتاعتنا. واخر حاجة بيقول the children usually get A to، برافو عليك، with usually get presents، بيجي لهم هدايا. وطبعا دايما بيكون في كلمة زيادة، ما تتلخبطوش من الموضوع ده. نحل السؤال كده كمان مع بعض. Put the words in the correct order. تعالوا نحط الكلمات في الترتيب بتاعها الصح. طبعا السؤال ده بيحتاج مننا تركيز عشان احنا بنقرأ الكلمات ولازم ارتبهم ويكون الجملة ليها معنى. لازم بعد ما تخلص ترتيب اقرأ جملتك تاني وشوف هل الجملة اللي انا كاتبها دي ليها معنى ولا لأ. والافضل قبل ما تكتب اصلا ترتبها في دماغك عشان متقعدش تشطب لو انت بتكتب بالقلم الجاف، متقعدش بقى تشطب ويبقى شكل الورقة وحش. تعالوا نقرأ مع بعض الكلمات. Studying their exams for they are، وطبعا هنبدأ بذي اللي حاطط تحتها خط اهو they. طيب مش احنا عارفين ان بعد ما بنبدأ بالسبجكت بيجي فيرب؟ شطار، يبقى they are، they are ها بعد am، is are ing، يبقى they are studying. برافو عليكو. طيب they are studying ايه؟ برافو، for their exams، مش their exams for، عمر ما يجي حرف جر في الاخر كده لوحده. تمام، يبقى they are studying for their exams، يعني هم بيذاكروا عشان الامتحانات بتاعتهم. Number 2، تعالوا نقرا. Blow up can balloons you some، وهنبدا بكان، وده طبعا سؤال، فهنبدا بكان ونقول can، طبعا بعد اداه الاستفهام او بعد helping verb بجيب السبجكت. Can، can mean، can you، برافو عليكم. يبقى can you، can you ايه؟ اقدر اعمل ايه؟ blow up، برافو، يبقى can you blow up ها balloons some ولا some balloons؟ شطار، some الاول وبعدين balloons، يعني ممكن تنفخ شوية بالونات، هو ده معنى السؤال. Number 3، celebrate do how birthdays they، تعالوا نبدأ بهاو، طبعا ده واضح برضو ان هو سؤال، بس السؤال المرة دي WH question بيبدأ بأداة استفهام، ودايما دايما بعد أداة استفهام لازم يجي ايه؟ شطار، لازم يجي helping verb. فاكرين helping verbs ولا لا؟ helping verbs اللي هم ها مين فاكر؟ اللي هم am، is، are، was، where، كل دول عيلة verb to be. وكمان عندنا do، does، did، ودي بنسميها عيلة verb to do. وكمان عندنا can، will، ماشي، وفي كمان ليهم family، بس دول تقريبا اللي عليكم دلوقتي، فهم دول لو لقيت واحد من كل دول، دول بسميهم helping verbs. helping verbs دايما دايما helping verbs بيجوا بعد أداة الاستفهام، فلو لقيتوا أي واحدة منهم حطوها على طول بعد أداة الاستفهام. يبقى تعالوا نرجع تاني لهنا، بيقول لي how، ها شايفين مين هنا من helping verbs؟ برافو، how do، ها بعد how do، برافو، subject pronoun، how do they، ها
شطار. celebrate birthdays. celebrate birthdays يعني هما ازاي بيحتفلوا بعيد ميلادهم. برافو عليك. تعالوا بقى نخش في يونت 5 ونشوف اهم الجرامر واهم الديفينيشنز اللي احنا خدناه فيه. يلا بينا. يونت 5 اسمها amazing journeys، فاكرينها؟ تعالوا نشوف الديفينيشنز، التعريفات اللي خدناها فيها. اول حاجه بيقول لي fascinated by. fascinated by يعني مهتم بيه او حاجه بتهمك قوي، فدي معناها very interested in، يعني حاجه انت مهتم بيها قوي. كمان عندنا caravan. caravan هي قافله، وبيقول لك ان هي a group of camels and people. group of camels and people مجموعه من الجمال ومن الناس traveling together اللي بيسافروا في الصحراء. كمان عندنا كلمة swaying. swaying اللي هو حاجة بتتمايل كده زي الموج بتاع البحر، يعني moving from side to side، حاجة كده عمالة تتحرك مش ثابتة. كمان عندنا wasteland. wasteland دي معناها مكان مفهوش لا مية ولا نبات ولا زرع ولا حاجة خالص، يعني a landscape where nothing lives. nothing lives، فيش حاجة خالص بتكون عايشة في المكان ده. كمان عندنا wander. wandered يعني بيتجول، بيمشي كده بلا هدف، كده بيقعد يتمشى في المكان عشان يبص عليه، زي walked about walk around without direction، يعني بيتمشى في المكان كده من غير ما يكون ليه وجهة معينة عايز يروح لها، بيتمشى كده وخلاص. كلمة legend يعني أسطورة، زي a very old and famous story، حاجة كده قصص من قصص اللي هي الخيالية أو قصص الأسطورية عن ناس كده من الأساطير. أما magical يعني حاجة سحرية، يعني مثلا بيقول لنا magical اللي معناها very enjoyable and exciting، حاجة كده بتشعرك بالسعادة وبتشعرك كده بالفرحة كبيرة، فدي حاجة بتبقى سحرية بالنسبة لك. magical مش شرط، مش معناها سحر اللي هو سحر يعني، لا، حاجة كده جميلة وبتفرحك وبتسعدك. skills اللي هي المهارات، زي the ability to deal with something well اللي هي قدرتك انك تتعامل مع حاجة بشكل جيد. وخدنا سيل يعني شراء، وقلنا دي بتبقى عبارة عن a large piece of cloth، هي عبارة عن كده قطعة كبيرة من القماش. on a boat بتبقى معمولة على المركب، زي واحنا قلنا زي هي بتبقى عاملة كده، هو ده السيل بنسموه شراء. طيب اخدنا ايه كمان في الجمل في اليونت دي؟ اخدنا past simple tense، زمن الماضي البسيط. فاكرين الزمن الماضي البسيط؟ طبعا ده زمن مهم جدا وسهل جدا. ليه؟ لان احنا زمن الماضي البسيط بمنتهى البساطة بستخدمه عشان اتكلم عن الماضي، معروف انا بتكلم عن ايه. خدوا بالكم زمن الماضي البسيط فيه دايما هو مقسوم لحاجتين، مقسوم لverb to be في الماضي، ومقسوم للجمل باقي الverbs التانية. ازاي بقى؟ اولا verb to be في الماضي اللي هو اصلا verb to be اللي هو am و is و are. طب الماضي بتاعه ايه؟ بصوا يا سيدي، الماضي بتاع verb to be كلمتين was و were. was بتيجي مع I و he و she و it او اي كلمة مفرد، زي علي was at the pyramids yesterday، علي كان عند الاهرامات امبارح. اما where بتيجي مع you و we و they و اي كلمة جمع، زي they were at the school last week، كانوا في المدرسة الاسبوع الماضي. وخلي بالك ان was و were تقدر تحط بعدهم not والجملة تبقى منفية، زي wasn't و weren't. علي wasn't at the pyramids yesterday، علي ما كانش في الاهرامات امبارح. they weren't at the school last week، ما كانوش عند او ما راحوش المدرسة امبارح، ف was و were نفيهم wasn't و weren't. ولو عايز تعمل سؤال تقدر تبدأ ب was و where، زي was علي at the pyramids yesterday، هو علي كان عند الاهرامات امبارح. Were they at school last week؟ هم راحوا المدرسة الأسبوع اللي فات. طيب لو أنا عندي verb تاني غير was و were وعايز أخليه ماضي أعمل إيه؟ تعالوا نشوف. لو عندي verb خد بالك، لأن الverb يا إما هضيف عليه إضافة يا إما هغير شكله شوية. إزاي؟ معظم الأفعال في الإنجليش عشان أخليها ماضي بضيف عليها ed أو d أو ied، زي مثلا الverb play يلعب الماضي بتاعها played لعب، ضفت عليها اي دي بقت ماضي عادي خالص. زي I baked cookies yesterday، انا خبزت شوية كحك امبارح. He washed the car last week، هو غسل العربية الاسبوع اللي فات.
بس خدوا بالكم بقى من ايه، مش في شويه فيربس في الانجليش شكلها بيتغير خالص في الماضي، مش بضيف عليها اي دي زي الفيرب زي بلايد وواشت والكلام ده، لا الشكل بيتغير شويه. زي مثلا اشهرهم جو بتبقى الماضي بتاعها went، درينك الماضي بتاعها drank، ايت الماضي بتاعها ate، هاف وهاز الماضي بتاعهم هاد، وين الماضي بتاعها won، باي الماضي بتاعها bought، تيك الماضي بتاعها took، وسي الماضي بتاعها saw. فالفيربز دول ما اقدرش اضيف عليهم اي دي زي played كده، لا ده شكلهم في الماضي بيتغير شويتين. تمام؟ طيب لو انا عايز اعمل جمله منفيه نيجاتيف في الماضي البسيط اعمل ايه؟ هتستخدم didn't وبعدها الفيرب هترجعه لاصله تاني انفينيتيف، يعني هتشيل اي دي لو عليه اي دي او هترجعه لشكله الاولاني لو الفيرب irregular. زي مثلا I didn't bake cookies yesterday، ما خبستش امبارح كحك، فشفته هنا didn't bake شلت الليتر دي. وكمان عندنا he didn't wash the car، ما غسلش العربية، فبعد didn't الفيرب رجع تاني لأصله. تمام؟ ولو عايزين نعمل سؤال هنبدأ ب did أو هنكتب أداة استفهام وبعدها did زي what did he wash، هو غسل إيه؟ طيب تعالوا نحل بقى شوية أسئلة على يونت معانا، وهنراجع برضو على السؤال بتاع correct عشان السؤال الجديد بتاعنا. تعالوا نشوف. اول حاجه طبعا نفكركم تاني، السؤال بتاع كوركت بيجيب لي كلمه بين قوسين غلط وعايزني اصححها. تعالوا نشوف. منى اند اسراء بي اكسايتد اباوت ذا برايز ذي وان يسترداي، طبعا بي دي غلط، ها بيقول لي يسترداي ماضي، خدوا بالكم كويس قوي من الكلمات عشان تركزوا الغلطه فين. فيسترداي دي ماضي، فاكرين فيرب تو بي في الماضي كانت ووز اوير، برافو عليكم. طب منى اند اسراء ها بلورال جمع، يبقى منى اند اسراء واز ولا وير؟ شطار، وير، لانهم جمع. اللي بعده وي ديدنت هاد ا جريت تايم ان ذا سينما لاست ويك، خلاص انا اول ما شفت ديدنت عرفت خلاص الاجابه، لان ديدنت الفيرب بعدها بيجي ايه؟ شطار، بيجي انفينيتيف، رجعوا هاد للانفينيتيف بتاعها اللي هو هاف. We didn't have a great time at the cinema. Number three. Noha and Jamila make pizza last night. Last night. ماضي اهو. Last night. يعني الليلة اللي فاتت. يبقى make تنفع بذمتكم؟ لا طبعا لازم احولها الماضي. فاكرين make الماضي بتاعها ايه؟ شطار. الماضي بتاعها made. Verb irregular. ما بضيفش عليه ايدي. خدوا بالكم. طيب نمبر 4 he going on vacation with his family yesterday، امبارح، يبقى الفيرب لازم يبقى ماضي طبعا، going مش ماضي، الماضي بتاعها هو went. برافو برافو شطار. نمبر 5 did your mom bought a new dress for the party، طب ما هي ميس اهو بوت عادي، ما هو باست سيمبل اهو. لا يا حبايبي ما هي ديد موجوده، يبقى لازم الفيرب بعدها يجي ايه؟ برافو الانفينيتيف. طب ايه الانفينيتيف بتاع بوت؟ الانفينيتيف بتاعها باي، عشان كده بقول لكم احفظوا كويس قوي الافعال الريجولر، احفظوا الانفينيتيف بتاعها واحفظوا الماضي بتاعها، يعني ما تحفظوش الماضي بس، لازم تحفظوا الماضي وشكل الانفينيتيف بتاعه، يعني تبقى عارفين ان went الانفينيتيف بتاعه جو، هاد الانفينيتيف بتاعه هاف، على فكره هاد دي الانفينيتيف بتاعه هاف مش هاز، خدوا بالكم. طيب واحده كمان ونشوف سؤال تاني. No I not found my book yesterday. Not found يعني عايزك تنفي الجملة. بيقول لك yesterday هو ايه نفي الماضي؟ برافو عليك و didn't. يبقى no I didn't found، يا نهار ابيض، لا طبعا بعد didn't الفيرب انفينيتيف، يبقى I didn't find my book yesterday. تعالوا نشوف بقى مثال الباراجراف، لان لازم يجينا في الامتحان يا اما باراجراف يا اما ايميل. تعالوا نشوف مثال الباراجراف بيقول لي write a paragraph of 50 words using the following guiding elements. لازم نقرا طبعا العنوان كويس قوي اللي هو the gobi desert، وجايب لنا كلمتين يساعدونا sand dunes و dry.
طيب انا دايما بس يعني عندي اول جمله ببقى متلخبط وببقى مش عارفه اجيبها منين، فانا بنصحكم ان انتوا دايما تجيبوها من العنوان، اعملوا على العنوان الجمله الاولانيه وهتلاقوا الافكار نازله عليكم على طول. يعني بيقول لي هنا ذا جابي ديزرت، اعمل منها جمله اولانيه ازاي؟ نشوف. ذا جابي ديزرت هاز ا فيري هوت دراي ويذر. يعني جابي ديزرت درجه الطقس فيها هوت اند دراي، حار وكمان دراي اللي هو ناشف ما فيهوش كده مطره ولا في اي حاجه خالص. شفتوا؟ يبقى انا عملت الجمله الاولانيه او العنوان، عملت منه الجمله الاولانيه. طب وبعدين اجيب بقيه افكاري منين؟ بقيه افكاري هبدا بقى اقول تفاصيل. يعني انت ما تقولش كده الجمله وتسيبها في حالها، فصصها، قولي هتلاقي فيها ايه، شفت فيها ايه، كانت فين، كانت امتى. ابدا اوصف جابي ديزرت دي، ده درس حلو خدناه في اليونت وانت خدت عنه معلومات كتير. اوصف كمان هتشوف ايه هناك. يعني بيقول there are many sand dunes، هي استخدمت الكلمه اللي هو حاططها لي، يوجد العديد من الكثبان الرمليه. بيبدا بقى يوصف كمان الكثبان الرمليه ويقول some of the dunes are 60 meters tall، في بعض كثبان بيوصل حجمها او طولها ل 60 متر and 20 meters long، وبيوصل عرضها ل 20 متر. شايفين بيبدا يتكلم عن sand dunes، كمان بيكمل كلام عنهم وبيقول the dunes shapes are always changing. يعني شكل الديونز كمان الكثبان الرمليه على طول بيتغير، لان الرياح بيجي بيغير شكلهم، ساعات يبقى شكل زجزاج، ساعات يبقى شكل دوائر وهكذا. بس زي ما انتم شايفين ماسك في فكره اللي هي ساند ديونز وعمال يقول تفاصيل عنها. لكن انت تكتب ساند ديونز ارت ساند ديونز وخلاص كده مش هتلاقي افكار. كمل كلام عن الفكره اللي انت كتبتها، ابدا اوصف وقول التفاصيل. كمان بيقول لنا ايه، بدا بقى يتكلم عن the wind، الرياح. the wind makes the sand dunes move and roll like huge yellow waves. خدنا الجمله دي في الدرس بتاعنا، الرياح بتخلي sand dunes دول الكثبان الرمليه يتحركوا كده ويلفوا كانهم كده امواج عاليه. وبيقول لنا في الاخر the local people called the Gobi Desert the dry sea، الناس المحليين بيطلقوا على الصحراء دي the dry sea البحر الجاف in their language. يعني Gobi Desert دي معناها البحر الجاف. فزي ما انتم شايفين احنا ازاي نجيب الافكار، ازاي نجيب 50 كلمه في الباراجراف. هنكتب الكلمات، هكتب الفكره، هكتب العنوان عند الجمله الاولانيه، والكلمات دي حلوه جدا. فصص بقى السنتنس الجمله، اكتب عنها افكار كتير. تعالوا ندخل بقى في اخر يونت عندنا، يونت 6. يلا بينا يونت 6، اليونت الاخيره هي taking care. اخذنا فيها countable and uncountable nouns، وقلنا countable nouns الاسماء التي تعد، يعني بستخدمها لو هي مفرد بستخدم قبلها ا او ان، زي ان ابل او اكار، ولو هي بلورال جمع بحط اخرها اس زي ابلز. وكمان الكلمه الانكاونتبل، الكلمه اللي ما بتتعدش، لا بحط قبلها ا ولا ان ولا بحط اخرها اس. خدوا بالكم بقى ان في شويه كلمات بستخدمها مع countable nouns وشويه كلمات بستخدمها مع uncountable nouns. اولا الكلمات اللي بتعد بستخدم معاها a few، يعني قليل من، وبستخدمها للكلمات اللي تعد زي عندي a few lemons، يعني عندي شويه ليمون قليلين. اما الكلمات التي لا تعد بستخدم معاها a little، يعني القليل من، وبجيب وراها كلمه لا تعد زي a little oil. وكمان عندي كلمة a lot of، وكلمة a lot of دي حلوة عشان ممكن استخدمها مع تعد او لا تعد، ما عندهاش مانع، زي a lot of apples الكثير من التفاح، او a lot of rice يعني كثير من الرز. طيب كمان عندي كلمة some، برضو كلمة some بستخدمها مع تعد او لا تعد، ما عندهاش مشكلة. المشكلة بس ان انت ممكن تستخدم some في الجملة المثبتة فقط، الجملة اللي هي مش منفية فقط بستخدم معها some، زي some apples some rice. اما اني بستخدمها برضو مع كلمة تعد او لا تعد، بس بتستخدمها في الجملة المنفية، جملة اللي فيها not، زي مثلا I don't have any apples او I don't have any rice. ما ننساش كمان ان انا لو عايز اسأل عن الكلمة التي تعد بستخدم how many، وبجيب وراها كلمة جمع زي how many books do you need، انت عايز كم كتاب، how many lemons do you want، عايز كم ليمونة. انما لو بسأل عن كلمات التي لا تعد بستخدم how much، واستخدم وراها كلمة لا تعد زي how much oil do we need، احنا عايزين قد ايه من الزيت. طيب تعالوا بقى نحل شوية. طبعا السؤال بتاعنا الجميل اللي هو correct بيجيب لي كلمة بين القوسين وبصححها. تعالوا نشوف
How many flour do we have to make a cake? Many غلط ليه؟ لأن flour دي كلمة لا تعد، ما أعرفش أعد الدقيق، فما ينفعش أقول how many، وما لا أقول إيه؟ هقول how much. برافو عليكم. Number two, there is any sugar in the kitchen. فاكرين any يا أولاد لسه قايلة لكم إيه؟ بيجي في الجملة الإيه؟ شطار، بيجي في الجملة المنفية، فلازم أنفي، يبقى there isn't any sugar. طيب بيقول هنا there aren't some oranges on the table. هو some بتيجي في الجملة المنفية بذمتكم، مش احنا لسه قايلين في الجملة المثبتة؟ يبقى أشيل any، أشيل some وأحط any، some هنا مش نافعة، يبقى there aren't any oranges in the table. وإياكوا تغيروا كلمة تانية غير الفقوسين، محدش يقول طب أنا أغير aren't وأخليها are، لأ، وعايزك تغير الكلمة اللي بين القوسين، هي دي اللي لازم تتغير. Number four, my mom needs a little potatoes to cook the meal. Potatoes طبعا كلمة countable أقدر أعدها، ما بيجيش معاها a little طبعا، أمال بيجي معاها إيه؟ بيجي معاها a few، القليل من. Number four, five, there are any mangoes on the tree. يوجد مانجا في الشجرة. طب هو any بتيجي في الجملة المثبتة بذمتكم؟ ما ينفعش، أمال إيه اللي تنفع؟ some هي اللي بتيجي في الجملة المثبتة، إنما any في الجملة المنفية. اللي بعدها how many milk do you want in your coffee. ملك كلمة لا تعد uncountable، ما ينفعش استخدم معاها many، هستخدم معاها much. برافو. دلوقتي هنحل بقى مع بعض سؤال الباسج، السؤال اللي هو بيكون يعني شوية طلاب كده بيكشوا منه علشان شايفين ان هو القراية مثلا صعبة ومش عارفين يخرجوا الاجابات منين. تعالوا اقول لكم على طريقة تسهل عليكم شوية الباسج، والطريقة دي بتاعتي انك تقرأ الاسئلة الاول وبعد كده تقرأ الباسج، عشان وانت بتقرأ هتبقى عارف هتركز على ايه وايه الاسئلة اللي انت هتتوقع انها تجيلك. طب تعالوا نقرأ كده الاسئلة ونفهمها. اولا بيجيب لي تلات اسئلة تشوز، تلات اسئلة اختياري وسؤالين انسر وسؤالين جاوب على الاسئلة. طب تعالوا نقرا التشوز. بيقول the main idea of the text. the main idea حلو قوي السؤال ده. the main idea يعني الفكرة الرئيسية بتاعت الباسج is about ايه in ancient Egypt. festivals, perfumes, boats ولا plants. لما نقرا هنشوف، محدش يستعجل طبعا ويحل، احنا بنقرا بس عشان نعرف. كمان سؤال حلو جدا بيقول the underlined word expensive is opposite of، يعني ايه؟ يعني الكلمة اللي تحتها خط في القطعة دي اللي هي expensive opposite of يعني ضد المضاد بتاع كلمة ايه؟ difficult ولا precious ولا common ولا cheap. number 3 بيقول they pressed the dry ingredients of the perfumes into ايه shape؟ square ولا star ولا cone ولا circle. لما نقرأ هنعرف. طيب السؤالين بتوعنا ايه؟ نفهم كويس قوي السؤالين عشان واحنا ايه لما نفهم السؤال هنعرف ندور على الاجابه. What was the most popular perfume called؟ يعني ايه اللي هو most popular perfume؟ يعني العطر الاكثر شهره. called يعني يسمى، يبقى ايه هو اسم العطر الاكثر شهره. Number 5 What can you see in ancient Egyptian painting؟ تقدر تشوف ايه في الرسومات المصريه القديمه؟ طيب تعالوا نقرا بقى ونحاول نخرج كده نشوف طريقتنا دي هتبقى كويسه ولا ايه. يلا بينا. بيقول the ancient Egyptians loved strong perfumes. كانوا بيحبوا المصريين القدماء البرفيومز العطور القوية. The most popular perfume was called Cabot. ها ايه رأيكم؟ لقينا اهو الاجابة بتاعت what was the most popular perfume called. اهو لقيناه. The most perfume او the most popular perfume was called Cabot. شايفين بقى سهل عليا ازاي؟ اول ما قريت لقيت الاجابة على طول. It was expensive because it had a lot of ingredients. ها السؤال التاني في choose the underlined word expensive opposite of، ها عكس ايه؟ وعلى فكرة السؤال ده اصلا مش محتاج انك تقرأ الباسج، لان دي محتاجة على معلوماتك انت الشخصية. expensive عكس ايه؟ expensive يعني غالي، بعكسها cheap شطار رخيص. طب نكمل قراية. بيقولي some of which were difficult to find but it also had a few common herbs in it like rosemary and mint and spices like karamadam and cinnamon. cheaper perfumes were made from flowers, herbs and some types of minerals then mixed with oil to make a cream.
or they pressed the drying ingredients into a cone. اه لقيت اجابه. ها شايفين هنا they pressed the dry ingredients of the perfume into a cone. اهو لقينا الاجابه اهو شايفين. To make the incense. In ancient Egyptian paintings, you can often see men and women wearing these perfume cones on their heads at festivals. شايفين اهو ده سؤال الإجابة number 5. What can you see in ancient Egyptian paintings? لقيناها اهو. In ancient Egyptian paintings, you can often see men and women. كل ده هكتبه اهو. You can often see men and women wearing these perfume cones. اهو شايفين لقينا الاجابات سهله ازاي وبسرعه ازاي. في كده سؤال عندنا ناقص، تعالوا كده نشوف لو في سؤال عندنا ناقص. اه السؤال الاولاني ما حليناهوش، بعد ان ده ليه ما حليناهوش؟ عشان ما ينفعش حلو غير لما نقرا الباسج كلها، لان بيقول لي the main idea الفكره الرئيسيه اللي في التكست او الباسج دي عن ايه؟ in ancient Egypt. ها مين يقول لي؟ شطار، عن perfumes in ancient Egypt. طب تعالوا نتاكد ان احنا حلينا كله برضو. اهو the underlined word expensive هي cheap حليناها. The pressed dry ingredients cone حليناها وحلينا السؤالين، واحنا بنقرا حلينا علشان قرينا الاسئله وعرفنا نطلع الاجابات من قلب الباسج واحنا بنقرا. بكده نكون خدنا اهم الجمل واهم وراجعنا على الجرامر واخدنا السؤال الجديد بتاع كوريكت عندنا. اتمنى ان تكونوا فهمتوا معايا. انا مس اسراء عماد ودي قناه بديل الدرس. جود باي.